البسمة في إلها معاني كثيرة بحياتنا، وكل إنسان بيقراها بطريقة. المهم إنه ما توقف تبتسم شو ما كانت الظروف. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم، إذا شفت الشخص يلي بتحبه بتسم له، إذا شفت عدوك بتسم له بتخلي يحس بقوتك، إذا شفت يلي تركك وخانك بتسم له، بسمتك رح تحسسه بالندم. إذا شفت يلي بتعرفه وبتسم له، بسمتك بتكون مصدر ارتياح. والله معك.